يا رب يا ساتر. انت بتتنحنح على ايه؟ مفيش غير الخزان. هتتنحنح للخزان ولا انت غاوي نحنحها والسلام؟ واحده واحده علينا يا استاذ شرف، ده انا برضو ضيفك. ما تعملش نصحة. انا عارف انت جاي ليه وعايز ايه. انت بتضحك على ايه؟ على خيبتي. انا كده طلعت خايب قوي يا استاذ شرف. ما تفسر كلامك، انت طول النهار هتقعد تكلمني بالالغاز. عايزنا افسر؟ ماشي. بص يا استاذ شرف، بنطة اللحام دي لسه سخنه، يعني لا مؤاخذه ما لحقتش تنشف. يعني ايه لا مؤاخذه؟ يعني انت ما بتكلمش فسخاني، ده انا راجل صنايعي وبرنج قوي اللحام فيك يا عمريه واسكندريه واجواءها، والراجل اللي حاملك الخزان ده صنايعي غشيم. انت فكيت الخزان ده ليه يا استاذ شرف؟ عيب يا اسطى، عيب تبقى في بيتي وتهني. ما ينفعش الدنيا كلها تبقى شايلاني فوق دماغها زي ما انت شايف، وبتقول عليا اشرف راجل في الدنيا وانت تقول الكلام ده. ده الدنيا كلها ما تعرفش الخزان اللي من جوه خزان، والفل الابيض المتوسط، الطبقتين اللي حوالين بعض اللي هيكيفوا الخزان. انا بقى الوحيد اللي في مصر اللي عارف كان جوه الطبقتين دول ايه يا باشا. جواهم ايه؟ العشر ارانب اللي مكتوبين هنا في الجرانين، اللي سعادتك لسه شايلهم من يومين ثلاثة بالكتير. اللي انت جاي عايز تقاسمني فيهم بقى. لا يعني مش هقاسمك، اللي يطلع من ذمتك يا باشا. طب انا بقى لو ذمتي نظيفة طول عمري اعمل فيك ايه؟ واحدة واحدة عليا يا باشا، بالراحة كده واهدى وفتش كده هنا هنا في العباية، تلاقي ارنبين ثلاثة هربانين بدل ما الحكومة تيجي تفتش. طيب يلا روح. روح فين لمؤاخذة؟ روح زي ما انت عايز، روح القسم النيابة المحافظة، روح قول لهم الكلام اللي انت قلتولي ده وانا قاعد مستني يجي يفتشوا. يلا روح. يجوا يفتشوا ويجيبوا لك خبرة هنا ويسألوك اتفك ليه واللحاب كان فيه ايه وخبته ايه وايه اللي كان جواه. هتقول لهم ايه ساعتها يا باشا؟ هقول لهم في واحد صنايع حمار من عمرية هو اللي لحمه، اتفك وانا بنقول لهم البيت ده للبيت ده، جبت صنايع بقى محترم لحمه تاني. ماشي يا باشا، كل اللي انت شايفه غلط اعمله. يلا روح بقى. طيب يا باشا، عموما يعني انا ما كنتش عايز منك العشر ارانب كلهم، انا كنت عايز ارنب واحد وهسيب لك التسعة. هتقل ادبك تاني. يلا روح بقى يا باشا. استحملني، ده هو مشوار رفيع كده لحد القسم، هياخدوا منك التسع ارانب وهيدوني ارنب. القسم عندك هناك اهو، تاني شارع على اليمين على طول. عارفه يا باشا، وقضيت فيه ليله سودا بسببك لما جيت ادور عليك المره اللي فاتت، ولما سالوني عايزه ليه عملت الصح وقلت لهم ان انا من درويشك، بس شكلها كده هنطلع من المولد بلا حمص، وما ينوبنا من الحكايه دي الا تعسيف انا وانت كده في كلبش. فكر يا باشا بسرعه وانا واقف اهو مستني الرد. وانا مستني اشوفك في مطروح تاني عشان ابلغ فيك النيابه. نفسي اشوف وشك هنا تاني وشوف انا هعمل فيك ايه. من ناحيه وش يا باشا هتشوفه كتير. مفيش جون وسع الباب كمان يا خفيف. يلا خلاص انا اللي هشوف. يا عم تشوط مين يا عم؟ ارجع عشان تكسر مرايه ولا نجفه وبيجي يبهدلنا. صد يلا جاهز. خش يلا. يلا 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 يلا. الله جول. والله انت جول يا عم. العب وانت ساكت يا عم. بص على بابا اللي يكون جاي. ماشي يا سيدي. نساعد على القهوه يا طه. انت فين يا طه؟ انا مش لاقي الكوره. لا لقيتها لقيتها بس مش طايلها، يا تحت السرير. زقها يا عندك برجلك. استنى. طيب عبد الرحمن تعال بسرعه. في ايه؟ شفت دي فلوس؟ لا ما تمسكهاش. يا عم انت خايف بصمات تيجي عليها ولا ايه؟ دي فلوس بابا، بس دي فلوس كتير قوي. هتعمل ايه؟ استنى. طيب بابا. يا عبد الرحمن تعال لو سمحت.
في ايه يا ابني؟ عايزك بس تعال. يمكن عايزينك تعشيهم وليك طلب عند الباشمهندس. بيلعب دور تاني بقى وانا بطلك تعلي حسك. تعالى يا بابا. ايه في ايه؟ قرب بس. لقينا الفلوس دي يا بابا في الكرتونه اللي تحت السرير. انت ايه اللي خلاكوا تطلعوا الكرتونه اللي تحت السرير؟ كنا بنشوط الكوره نزلت تحت السرير نزلنا نجيبها. الفلوس اتنطرت فقلت اقول لحضرتك. دي فلوسك دي يا بابا؟ دول ليكوا 10,000 صح؟ لا 20,000. يبقوا مش بتوعنا اكيد. دول بتوع الشركه. اهدى. هو يكون حد مد ايده عليها. انت بتقول ايه يا بابا؟ احنا لو هنموت من الجوع عمرنا ما هنمد ايدينا على حاجه مش بتاعتنا. الحمد لله اني عرفت ربي. شوف التليفون يا عبد الرحمن. حاضر يا بابا. باين عليها سكه كذب ما لهاش اخر. الو؟ مساء الخير. انا ابني. اقول له مين حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. مين يا عبد الرحمن؟ ده النقيب عادل من الاسم يا بابا. خير يا رب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ شرف؟ اهلا بيك يا عادل بيه. احنا طمعانين انك تشرفنا في الاسم 10 دقايق. خير يا فندم. خير. كنا عاوزين نتاكد من حاجه وبالمره تشرب معانا كوبايه شاي. ممكن؟ طبعا ممكن. دلوقتي؟ لو سمحت. طيب يا فندم. حاضر جاي على طول. انا في انتظارك. مع السلامه. مع السلامه. في ايه يا بابا؟ انا لسه رايح اشوف ايه الفلوس دي احطها فين. ما تقلقش احنا مش هنسيب البيت لغايه لما حاجتك. اهلا. انا استاذ شرف. اتفضل. مساء الخير يا عادل بيه. اهلا. ازيك يا استاذ خرم؟ ازيك يا استاذ شرف؟ اهو يا باشا استاذ شرف اهو. هو انت تعرفه؟ اي بيه ده راجل صنايعي. قول لهم يا استاذ شرف قول لي البيه. اقول له ايه؟ قول لهم انا جاي لسعادتك ليه؟ انا هديت لحضرتك بحاجه لا مؤاخذه؟ طب طلبت منك اي حاجه لا مؤاخذه؟ قول لي البيه يا استاذ شرف. مش انا قلت للناس ان احنا هنعمل لك مقام ونلم من بعض ونعمل جامع ونزوره كلنا ونلف حواليه؟ طب قلت الكلام ده لمين؟ قول للباشا عشان يصدقني. قالوا لابن اسلام. ايوه هو يا باشا. شفت؟ طب قلته له فين؟ في اسكندريه. هو شفت يا باشا صدقت؟ طب بدايه المعرفه كانت بيني وبينك ايه يا استاذ شرف؟ عملت لك ايه؟ خزان. اهو يا باشا شفت؟ انت هتستجوب الاستاذ شرف ولا ايه؟ لا استجوب انت يا باشا انا خلصت. تمام. الراجل ده بيقول انه من دراويشك. ايوه هو لامم شويه صور كده وعامل حدود. النهارده كان عندك عشان الخزان؟ هو انا كنت عملت عنده خزان من فتره يعني. زار اللحام فك ولا حاجه زي كده يعني فجي يبص عليه. صدقتني يا باشا انا لو مؤاخذه بحب الراجل ده زي ما كل مصر بتحبه وبتقدره. والراجل ده لو مؤاخذه يعني لازم يتكرم والقصه بتاعته تدرس للعيال في المدارس ويتخذوه كقدوه في المجتمع. معلش يا استاذ شرف احنا بس كنا عاوزين نتاكد انه ما بيكذبش ولا بيضايقك. لا يا فندم راجل غلبان طيب. طيب اتفضل انت يا استاذ شرف. طب وانا يا باشا؟ استنى يا ساي في كلام بيننا لسه ما خلصناهوش. طب بعد اذنك يا عادل بيه انا اقدر استنى شويه لغايه ما يخلص السيد واخده معايا. هات عني. عني ايه؟ شنطه العده؟ انا هقدر اشيل شنطه العده برضه. امال ايه الجرايد يعني؟ كل واحد اولى بعدته. ها لا يا باشا المسافه قريبه يعني ما تستاهلش. مسافه لفين؟ للمحطه. محطه؟ انت فكرك هتلاقي مواصلات دلوقتي؟ احنا هنروح نبيت سوا. انت بتبص لي ليه؟ يلا لا يا عم سيبني اروح. انا اروح اقعد على القهوه قدام المحطه لحد الصبح واسافر زي المره اللي فاتت. المره اللي فاتت ما قابلتنيش المره دي تفرق. هات انت شايله على قلبك ده. محبه فيك لا مؤاخذه ده انا ثقفت نفسي عشانك. على فكره انا اقنعت البيت ظابط ان انا من دراويشك يا عم الشيخ. ما قلتلوش ليه على الخزان؟ شش ما ينفعش كده. ايه مالك؟ الكلام ده ما ينفعش هنا. الحيطان ليها ودان ومناخير بتشم وانت مش حامل الحاجات دي. اما نروح حته نبقى نتكلم براحتنا. ولا لما نروح البيت عندك يا عم ابقى احكي لي حكايه ابو زيت الهلالي والعشر ارانب. طب يلا يلا.
اتفضل. ده اللي بسكر، ده اللي من غير سكر. شكرني يا عبد الرحمن. ادخل بقى اقفل عليك الاوضه عشان تعرف تنام وتصحى الصبح كويس. حاضر يا عم شرف، تصبح على خير. تصبح على خير يا استاذ. اتفضل يا استاذ. الله يخليك يا استاذ شرف. ايوه كده نعرف نفك وناخد مع بعض وند في الكلام. وبصراحة أنا دماغي خلاص، اللحام بتاع الخزان بتاع المعلومات، اللحام مخ يعني، كان هيفك مني. اشرب من هنا والشفا. الله يخليك يا أستاذ شرف، ما أنت ما رحمتنيش لا أنت ولا حضرة البيت ظابط. أنت تعمل له مسلسلات وأفلام فوق السطوع جنب الخزان، هو يعمل عليا فوازير في الاسم. فوازير وأفلام اللي بتتكلم عليه. بس احنا مثلنا الدور عليه صح. أنت طلعت كده معلم، ظبطت الأداء والسنس صح. سنس إيه ده؟ أنا مش فاهم أنت بتتكلم على إيه. أفهمك أنا يا باشا، أنت ما سألتنيش ليه أنا داريت موضوع الخزان على حضرة الضابط؟ ما أنا سألتك ما جاوبتنيش. عارف ليه لا مؤاخذة؟ قول لي ليه؟ ليه؟ أنا اللي بسألك، قول لي ليه يا أستاذ؟ بتسألني عن إيه؟ طب ليه أنت كمان هودتني في الكلام وأمنت معايا في الكلام على موضوع الخزان مع حضرة الضابط؟ أنت شايف إن أنا هودتك في الكلام؟ يا أستاذ شرف، طب بلاش يا عم موضوع الخزان، وحش الخزان. ماشي، ليه بقى صدقت على كلامي قوي وامنت عليه لما جت بقى سيره الدراويش والمشعوذين والارض والمقام وكده يعني والمولد؟ انا صدقت على كلامك؟ والله يا استاذ شرف بقى اللي انت شايفه، انا اهو حفظت سرك وداريت عليك، ومش من المره دي بس، من المره اللي فاتت كمان. انت لسه هتتكلم في الحكايه دي؟ يا با احنا ورانا ايه نتكلم فيه عن غير الخزان؟ وانا كنت عامل لك طقم فرجيه، وبعدين لسه بدري يا باشا، لسه اول ميعاد بعد الفجر. خلاص انت تصلي الفجر وتتكل على الله من غير مطرود. يلا ماشي يا عم، ولا بمطرود؟ المهم نتفق على المطرود. مطرود ايه اللي نتفق عليه؟ اللي هو الطرد على استاذ شرف، يعني هنكتفه من ودانه ونحطه كده في الكرتونه ولا الارنب هيبقى شكله ايه يعني؟ انت لسه هتلف وتدور في الموضوع ده يا استاذ شرف؟ وسع صدرك لو مؤاخذه. معلش انا غلطت لما صعبت عليا وجبت كتابات هنا. يا عم انت جايبنا تهزقنا؟ يا ضيفنا عادي اللي تقول لي غور مع الف سلامه. طب ما تخليك ضيف خفيف، انت جاي تهني في بيتي وتسمع ولادي. عيب يا باشا، انا مش حمار له مؤاخذه عشان اسمع ولادك او البوليس. ولما انت مش حمار، ده بيت واحد سرق ملايين وجاي تشاركه. ماشي يا استاذ شرف، دوم الشاي، وانا اهو ماشي من غير مطرود اهو، بس مستني المطرود لمؤاخذه. كنت عايز اقول لك على حاجه يا استاذ شرف، لما اغزى يعني اعذرني، انا مش هستنى كتير. والثالثه تبدا. استنى، سيب دول لمين؟ خد. انا قلت يعني يمكن يلزموك في حاجه. ما يلزمونيش، انا شبعت كلام جرايد وصور في المجلات. انا بقى لا دقت الجرايد ولا طعم الصور في المجلات يا استاذ شرف، بس لو ما خدتش حقي بقى هدوقه وهتمرمغ هنا في الصور براحتي، وهسيح لك جامد قوي يا استاذ شرف، وهرد على كل كلمه اتكتبت ليك هنا. ركز معايا بقى كده شويه يا استاذ شرف، واهدى بدل ما هد لك كل اللي بنيته بكلمه واحده. عارف يا استاذ شرف، عارف اللي هيزيد ايه؟ بس ان انا هقفش الارنب مليون، وانت هتتعسف 15 ايه كده في السجن من تاني. طب يلا غور غور من وشي. ما صحش كده يا استاذ شرف، اهدى شويه وبعدين هل تصحى بتاع نقول لهم في الوقت المتاخر ده. انا اللي غلطان، انا كنت لازم اقول لهم في الاسم انك جاي تنصب عليا. يا ريتك كنت قلت يا استاذ شرف، على الاقل كنت عرفت ان ايدك نظيفه وما عملتش عليا الفيلم بتاع الخزان ده. روح يا عم قول وانا اقول. هتقدر تقول يا استاذ شرف؟ لا روح قول اللي انت عايزه وانا هسجنك. يلا روح. سجن لي يا استاذ شرف؟ ماشي يا عم، كل اللي انت شايفه غلط اعمله. تقبل الله. تقبل الله منك. العيسى وبيع عايزك. الزيارة من الجمعة زي النهاردة. جمعا إن شاء الله.